السلام عليكم أعزائي أصدقائي، شكرا شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير. ألتقيكم اليوم وفيديو جديد وسيرفر عراق ام سي. اليوم مثل ما تشوفون السيرفر رجع بحلته الجديدة طبعا، وهذا الهب الجديد. طبعا أول شيء أريد أقول لكم بالنسبة للتسجيل، حتى اللي كان عنده حساب جديد لازم يسجل من جد وجديد. أحاول تدخلون بنفس أسمائكم السابقة. إذا أول مرة راح تدخل راح يطلب من عندك تكتب ريجستر وتكتب الباسورد مرتين وبعدين تقول له انتر، وهي راح يدخل مباشرة عندك. طبعا من اذا عندك حساب اصلي هذه الخطوة فقط مرة واحدة تسويها، وبعد وورا ما تسجل دخول تكتب سلاش بريميوم وتقول له انتر، وراح يطلب من عندك انه تكتب بريميوم مرة ثانية وتقول له انتر. راح يحفظ يمه انه انت حسابك للاصلية، بس خلي ببالك اذا حسابك مو اصلية بعد ما راح تقدر تدخل نهائيا للسيرفر، لانه ما يحق لك سوى تسوي حساب واحد فقط بداخل السيرفر، يعني حساب واحد الك حق انه يكون الك داخل السيرفر. هذا الشيء. الشغلة الثانية بالنسبة للساعة وبوصلة، تقدر هنا تروح ايج وورز، بيت وورز، بيت بيلدرز، هايد اند سيك، سكاي وورز، باركور، حاليا متوقف الموردر. اوكي، فهذني الشغلات الاساسية. طبعا هنا مثل ما واضح من بعيد سبيد بولدنج هناك، وعندك هنا البي في بي جيمز، وهنا الهايد اند سيك، وهنا الموردر. البي في بي جيمز بثلاث العاب، بالايج وورز والبيت وورز والسكاي وورز، وهذا عندنا العراق ام سي برعاية طبعا انفوس هوست مشكورين، وهذا اي بي تيم سبيك واي بي سيرفر عراق ام سي دوت تي اس دوت اي او. بالنسبة للسيرفر مثل ما تشوفون هذا عندك السكاي وورز، وهذا عندك البيت وورز الايج وورز، وهذا عندك البيت وورز. مثلا خلينا نشوف الايج وورز. راح تدخل هنا مثلا، اوكي، طبعا اذا دخلت عن طريق الساعة راح ينزلنا هنا، اوكي، اذا دخلنا من هنا هنا راح يدخلنا، فلازم هنا نسوي له جوين، راح يدبل هنا بنفس المكان. اوكي، عندنا نفس الساحات اللي عندنا اللي هي تويز جالكسي زو. هذا بما يخص الايج وورز، بما يخص دخول السيرفر. ف اوكي، نرجع للهب. اوكي، طبعا تعرفون انه هذا هو الماين هاب، يرجعنا للماين هاب الهب الرئيسي. السيرفر حاليا طبعا هذا تفتح الصناديق طبعا لاصحاب الرتب فقط، اذا ما عندك رتبة ما راح تحصل صناديق. اوكي، هذا كل ما يخص السيرفر. نلتقيكم ان شاء الله في فيديو قادم. تحياتي لكم ومع السلامة. Much time has passed since I first sparked the campfire fire. I'm still confused how I'm a role model that you admire. They say I inspire those who are searching for higher goals. I'm tired though, am I worthy of what my mind and heart desire? I once said in my journey to greatness, I'm a pyromaniac. It's crazy that I came this far, I can't retire. I'm a fighter now, my music now requires crowds. Ignite my doubts, cast them away with mental chains, I'll tie them down. I'll find the crown, I need a royal bars, I'm the supplier. A loyal cause, promise to give my all to the entire earth. Expired worth is my current fear, where purpose near and serpents near. I'll find rebirth on the verge of tears, incline to surge. We fall to get back up stronger with willpower to confine our curse. Decline the urge to give up and rise, your highness search. Pull that inner strength, persevere. Fear and don't repent. Instead of sin from your mistakes, it's all it takes. Believe in time, we'll learn.
that you even think my life's perfect, I feel beaten. Don't idolize these rappers, most do it for the wrong reasons. I realize I've taken the longer path, but I'll be fine because these demons advertising their reward sacrifice my freedom. I won't sell my soul for gain, oh homie, that'd be treason. I will towards a path of morals intact, it's not that easy. I'm this beacon of hope, appointed by my fans, and that reason alone drives me forward, even though I sometimes can't withstand. But if I fall, I'll get back up, my arms around your shoulder. You thank me, but I'm more grateful of this blessing, I'm the owner. Keep your composure, we're all soldiers, let the revolt begin. We'll stand up as one and equip our destinies, which lack exposure. A bumpy road ahead, it seems I've got my hands full, but I'll take on the world, watching over as its defense is trampled. I will mangle competition. There's nothing I can handle, don't let anybody tell you what you can and what you can do.